اللي عاوز شقق في افضل منتجع عربي استثماري خليجي في البوسنه، منتجع كانتري سايد. هذه العمارات هنشوفها مع بعض، ولكن قبل ما نشوفها الان لا تنسى الان ضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع، ويلا نشوف الشقق التي فيها اقساط سنه وسنتين وثلاثه والتواصل معنا. شفنا مع بعض الفلل في منتجع كانتري سايد، والان هنشوف الشقق والتي هي بالاقساط، واحنا الان في برج رقم بي. يلا بينا. بسم الله نبدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا من قمه جبل اجمن في منطقه لوكفا، في افضل منتجع عربي استثماري خليجي في البوسنه، منتجع كانتري سايد. شايفين الاطلاله عامله ازاي؟ تخيل نفسك انت الان في البلكونه بتاعه الشقه بتاعتك وبتشوف هاي الاطلاله، تمد ايدك تمسك السحاب، تمد ايدك شويه كمان تمسك الحديقه، ابنك واولادك يتفسحوا وتشوفهم هم يدعوا في الحديقه. منظر لا يمكن ان تجده في اي مكان بسهوله. هذا المنظر اسال الله يا رب يعني يمتعنا واياكم بالجنه والفردوس اعلى من الجنان، اللهم امين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندك مسعى يا مرحبا بكم في الشقه هنا في كانتري سايد. يلا الميزه في الشقه دي حلوه ان احنا عندك المدخل هنا، المدخل واسع وجميل في منطقه خاصه للملابس. اول ما تدخل مباشره عندك على يمينك هنا بيكون في حمام، لو تشوف الحمام مع بعض، هذا الحمام طبعا كامل في كل التفاصيل. غساله كل شيء كل حاجه موجوده. بعدين عندك هنا غرفة نوم، غرفة نوم واسعة وجميلة بتكفي شخصين، ممكن تحط كمان سرير تالت عادي لو انت حابب. طبعا الاطلالة زي ما انت شايف على الجو الاخضر او الدنيا الخضراء بره. لما يكون الغرفة كلها ابيض فابيض حتى المرايات بيضاء والسرير ابيض بيديك وسع في الغرفة، حتى المكيف انه ابيض عشان كده بيديك وسع. دايما بحطوا مكيفات بيضاء عشان كده. وبعدين عندنا هنا بعد كده عندنا في الصالة هنا وفي الغرفة، نخلص الغرفة مع بعض وبعدين نخش على الصالة. لا الصالة الأول، نخش على الصالة. مطبخ عندك والصالة. يا مرحبا استاذ. السلام عليكم، مرحبا بكم، تفضلوا الى غرفة الجلوس. رعاية بشكل جميل جدا، شوف المطبخ، الثلاجة كلها نظيفة، طاولة كبيرة، غرفة الجلوس مع مكيف، مع شباك بأطلالة، مع بلكونة من خارج البلكونة. مساحة غرفة جلوس 6 متر ما شاء الله، كبير جدا 6 متر تقريبا، 6 مع 4 93، رائع جدا. طراز جميل. هنا نشوف البلكونة مع بعض عامل ازاي. ايوه تفضل نشوف البلكونة. شوفها بيكون في هذا الشقة مع كراس، طاولة، أثالة للجبل، الضمام الآن. شقة ثانية. مساحة البلكونة نشوف الآن 74 مع 2 متر تقريبا. جبل اجمل اللي انا شايفه واللي هو في عين الكاميرا الان هو من افضل واشهر جبال اجمل. البوسنيين بيعتبروا جبل اجمل هو الجبل اللي هو يعني الاساس للبوسنه. زي كلمه اجمل عندهم هي ليست كلمه للمنطقه فقط، انما كلمه يعني تهز بها المشاعر والاحاسيس. جبل اجمل يتدفق منه اشهر انهار البوسنه وهو نهر البوسنه، وفي نبع نهر البوسنة فريلو بوسنة، أليس كذلك؟ أيوة فريلو بوسنة، الحديقة الوطنية في البوسنة. الميزة في غرفة الطعام اللي هنا، أول حاجة هو اختار وحط لك لون أبيض عشان يريحك ويحسسك مكان واسع، ولكن ده الأهم من ده إيه؟ إن الشبابيك عندك كتيرة فمدخلة عندك إضاءة أكبر، شايف الشبابيك على كامل الحيطان بالكامل. ده بيكون تكلفته أعلى في المقاولات ولكن بيديك إضاءة من كل جهة.
وده بيكون احساس جميل. لذلك دايما قبل ما تاخد اي شقه حاول تبص بعينك على المقاول اللي نفذ الشقق او نفذ المشاريع اللي قبل، هل المشروع هيكون مستوي بنفس الكواليتي او لا. ليس فقط كواليتي في الادوات، ولكن كواليتي في اختيار القطع واختيار الادوات في المكان الصحيح. اخر غرفه نشوفها مع بعضنا الان، وهي غرفه الماستر. الغرفه دي واسعه وجميله، والاطلال عندك او الشبكه وحاطها في مكان السرير بحيث تديك احساس بالوسع. طبعا الاطلال هنا على احنا فوق منطقه في منطقه لقفه، هذه الاطلال هنا، وهنا عندك اطلال اماميه ودي اطلال جانبيه على العماره الجانبيه، وهنا على جبل اجمل. كده احنا خلصنا الاطلال بالكامل هنا، وهذه الغرفه اهي ما شاء الله. بقى عندنا الحمام بتاعها، الحمام ماستر. هذا هو الحمام الماستر الغرفه. كده احنا خلصنا الشقه بالكامل. الشقه عباره عن صاله وغرفتين نوم وحمامين ومطبخ. وكيف شفت الشقه؟ شقه كما يشوفوا يعني رائعه، جميل جدا. يعني بالنسبه لي واحد من افضل واجمل اختيار هنا في منتجع كانتر سايت في منطقه لوكا. اهلا.